ضعيها تحت وسادتك هذه الليلة، والله العلي العظيم لن ينام حتى يتصل بك ويعتذر. سيحس بهيجان في قلبه، سيتشهاك في الفراش، ولن يقدر أن يعاشر أي امرأة غيرك. سيقبل رجليك ويديك لكي تسامحيه، حتى لو كنت أنت الغلطانة في حقه. عمل روحاني قوي، جلب سريع بسرعة البرق، ومحبة نارية قوية تخليه يحبك بجنون ويطيعك طاعة عمياء كالكلب. جربيها الآن على حبيبك، زوجك، طليقك ولا خطيبك، وشاهدي بنفسك التغيير الذي سيحصل في العلاقة. راح يهيج عليك هيجان ويتشهاك في الفراش، حتى لو كان بينكم فراق السنين. إذا كان زوجك مهاجرك في الفراق وبيناتكم مشاكل، لا يحترمك، العزوز تتدخل في أمورك، اعملي هذا العمل، راح يولي يسمع كلامك ويرجع لك كل حب كل اشتياق لك. قوية قوية جدا، سهلة وبسيطة ومفعولة أبدي. جربيها هذه الليلة وانتظري المفاجأة التي سوف تصدمك، لأنها فعلا قوية قوية جدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعات الغاليات، بارك الله فيكم جميعا. أتمنى يا رب هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة، فأود أن أشكركم على كلامكم الطيب في حقي وصفاتي وفي حق أعمالي. أي وحدة عملت لها عمل بيدي وجمع نتيجة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ربي اللي أعطاني هذه البركة لكي أنتفع بها أنا وينتفع بها الغير. فدائما أقول لكم يا بنات يا حلوات، اعملوا بالاسباب، اعملوا بالاسباب، ولا تخلي اي ابن اي امراه يضحك عليك. علمني هذا العمل، راه يمكنك حبيبتي عمل اكثر من عمل في يوم واحد. لا تخلي واحد الانسان ضحك عليك واخذ شرفك واخذ مالك واخذ كل شيء يروح يتزوج وحده ثانيه ويخليك انت، يضيع لك عمرك وضيع لك كل حياتك. اعملي بالاسباب والكامل على الله سبحانه وتعالى. اي وحده مهتمه بالاعمال الروحانيه اترك لكم دائما في صندوق الوصف في اول تعليق الجيميل للتواصل. يمكنك انت فقط لوحدك يعني تعملي الاعمال لنفسك فقط، يعني جربي الاعمال. يمكن ان تعملي اكثر من عمل في يوم واحد. والناس اللي تسالني هل هذه الاعمال صالحه للرجال، صالحه للرجال وللنساء، فيا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات، يسر أمور متابعاتي وابعث لهن الخير، وفرج عليهن كرب الدنيا والآخرة، وبعيد عليهن الهم والغم والحسد والعين والسحر وجميع الأشياء الخايبة والشريرة. يا رحمن يا رحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين. بالنسبة لهذا العمل راه حبابي راه سهل وبسيط، ما في أسهل منه. اهم شرط في هذا العمل هو تكوني على طهاره، بمعنى لا تكوني لا على حيض ولا على جنابه، تعمليها في سريه تامه وفي مكان يكون هادي. بالنسبه للوقت تعمليها في الليل. بالنسبه لليوم اي يوم، سواء الاثنين سواء الاربعاء سواء الخميس، اي يوم، ما عندك مشكله في هذه الناحيه. يعني شوفي انت اليوم اللي مناسبك واللي متفرغه فيه عملي العمل. بالنسبه للمكونات راح نحتاج ورقه بيضاء كهذه، يعني اسهل من هذه الوصفه ما في. انا اضع لكم وصفات سهله وبسيطه عشان الناس اللي بحال هنايا اللي كاين في اوروبا وكاين هنا في الغربه ما عندهم مكونات عشان يعملوا الاعمال، لانها سهله وبسيطه. راح نحتاج ورقه بيضاء، راح نحتاج قلم احمر، قلم احمر، من الاحسن يكون قلم احمر، وراح نحتاج القليل من الفلفل الاسود. ما في بيت في العالم ما فيه فلفل اسود، يعني اسهل من هذا العمل ما في. انا راح اكتب بالقلم الاسود لان القلم الاحمر مع الفيديو مش بيبين مليح، فهمتوا علي. نبلشوا ان شاء الله الوصفه ونقولوا بسم الله. تكتبين على ورقه بيضاء بقلم احمر، انا اكتبت بقلم اسود عشان يبين معكم الكتابه في الفيديو. عقدت نومك يا فلان ابن فلان، دائما اذا ما عرفتيش اسم امه اكتبي ابن حواء، حتى لا يغمض لك جفن ولا ترتاح حتى ترجع لي وتكون معي. عقدت نومك يا فلان ابن فلان حتى لا يغمض لك جفن ولا ترتاح حتى ترجع لي وتكون معي. سلطت عليك ألف جن وجنية لكي يجلبوك لي، حتى لو تكون في الغابة
المنسية أو الصحراء الخالية الشرقية. تأتيني مسرعا باكيا تطلب الرجاء مني، أنا فلانة بنت فلانة. عقدت نومك يا فلان ابن فلانة حتى لا يغمض لك جفن ولا ترتاح حتى ترجع لي وتكون معي. سلطت عليك ألف جن وجنية لكي يجلبوك لي، حتى لو تكون في الغابة المنسية أو الصحراء الخالية الشرقية. تأتيني مسرعا باكيا تطلب الرجاء مني، أنا فلانة بنت فلانة. بعد ذلك تكتبين جدول على هذا الشكل، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، ميم ميم ميم. الورقة أحبابي في الله تكون صغيرة، أنا أكتب في ورقة كبيرة وخط كبير عشان في الفيديو تبين معكم الكتابة، فهمتوا علي يا أحبابي؟ فتقومين بلف هذه الورقة على هذا الشكل، بسم الله. الوصفة تعمل أحبابي في الله بالليل، وتروحي تنامين. هذه هي الوسادة، تضعين داخل الوسادة هذه الورقة وتنامين لليلة كاملة، ليلة كاملة. عندما تستيقظين حبيبتي في الصباح، أول ما تستيقظي حبيبتي تأخذين هذه الورقة، تضعين داخلها القليل من الفلفل الأسود، سواء كان مطحون سواء كان حبوب اللي توفر عندك، وتقومين بحرقها فوق النار وهي تنحرق، وقلب حبيبك ينحرق وما رح يهدأ له بال حتى يتصل بك. وإذا كان زوجك رح تزيد شرارة الحب والعشق بيناتكم، ورح يطلبك للفراش ويعني تشوفي معاملة جميلة منه. فجربيها حبيبتي، الناس اللي ما ينجحوش معهم الأعمال ضروري حبيبتي تقوموا بالخطوات. دائما أقول لكم إذا عندك عكس ولا عندك نحوسة ولا عندك سحر يعني قوي بزاف، هذا الأمر يخلي أعمالك ما ينجحوش وتكون يدك باردة، فهمتوا علي؟ فعليك حبيبتي عمل تفسيخة، وقبل بداية أي عمل اغسلي يدك وشلليها بالقليل من الحليب. أو كذلك عندما تريدين عمل المكان اللي راح تعملي فيه العمل اشعلي فيه شمعة وعطريه جيدا بعطرك المفضل. وعندما تعطرين المكان بعطرك المفضل تقولين 7 مرات عطرت لكم المجلس يا أيها الأكرمين الطيبين، لكي تقضوا للغرض وتنجحوا العمل وتثبتوه، آمين آمين. تقولينها 7 مرات ثم تبدأين العمل. فهذه الخطوات تساعد في نجاح العمل. والناس اللي يقولوا لي اختي انا نخاف يصيبني حاجه، انا ما قاحطش لكم الوصفات اللي راح تاذيكم ولا شي حاجه. واللي كتخاف بزاف قراي غير ايه الكرسي 7 مرات قبل بدايه العمل وتوكلي على الله سبحانه وتعالى. فجربي العمل، راه ليس حرجا في ذلك حبيبتي تجربي اكثر من عمل في اليوم. جربي هذا وجربي هذا وجربي هذا، والله يجيب لكم التيسير حبيباتي الغاليات.